من تسجيلات الهواة. من تسجيلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة، الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. ضيف حلقة الليلة سيداتي وسادتي فنان عرفناه في الأربعينات مغنيا رقيقا، ولكن موهبته الإبداعية تفوقت على موهبته الصوتية فآثر التلحين، وأهدانا العديد من الألحان التي شدا بها نجوم الطرب والغناء. ضيفنا هو الفنان رؤوف ذهني، الذي يهدينا باقة من تسجيلاته الخاصة التي تحمل أداءه الهادئ الطروب وألحانه المميزة. فنان أستاذ رؤوف ذهني، أهلا بيك ضيف البرنامج. أهلا وسهلا سيدي. يا ترى إيه أول تسجيل تحب تقدمه للسادة المستمعين؟ هقدم للسادة المستمعين قصيدة بعنوان لا ولم ولن، لحني وغنائي، وهي شاعر لبناني الأستاذ عبد الجليل وهبي. Thank you.
أصبعي وأدمعي وأدمعي لمن أنساك لا أنساك لا 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 ولم ولم لا لا ولم ولم لا لا ولم ولم ولا لا ولم ولم لا لا ولم ولم أنساك لا أنساك لا 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 ولم ولم. الأستاذ الفنان رؤوف زهني، المعروف أن حضرتك بدأت حياتك الفنية مغني بالإذاعة، غنيت مجموعة من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، لماذا توقفت عن الغناء؟ والله أنا غنيت إرضاء لهواية اللي هي هواية الغناء طبعا، وبعدين لقيت أن الملحن بيستمر في الحقل الفني أكثر من المطرب، فاتجهت من الغناء إلى التلحين، خصوصا وان عندي ملكة الخلق الفني، ولقيت ان انا حاضر اسد في هذه الناحية يعني. طب هنسمع ايه بعد كده؟ هنسمع قصيدة تانية برضو بصوتي وكلمات نفس الشاعر الاستاذ عبد الجليل وهبي ده، اسمها يا اخضر العيون. Thank you.
ذهني، نحب نعرف من حضرتك الفرق بين القصيدتين اللي استمعنا إليهم دلوقتي. الفرق أولا في المقامات الموسيقية. الأولى مقام اسمه نهاوند، والقصيدة الثانية مقام كولد، وبعدين الاختلاف أيضا في الإيقاعات. الأولاني ده تقدر تقولي سيادتك مثلا سوينج، اللي يقولوا عليه سوينج اللي هو الفوكستروت السريع، والتاني سلو فوكس أو بلوز بمعنى الأصح. تقدم إيه بعد كده للسادة المستمعين؟ هقدم للسادة المستمعين أغنية شعبية بقى اسمها عزيزة. كلمات الشاعر مأمون الشناوي وتلحيني وغنائي، وكنت عملتها للفنان شفيق جلال لإحدى شركات الأسطوانات، إنما أنا هنا هقدمها بصوتي أنا بقى لعله يعني ينال رضاء المستمعين إن شاء الله. أبدا يا عزيزة، ده احنا الاتنين من جيزة. مش كده أبدا يا عزيزة، ده احنا الاتنين من جيزة. والعيشة بعد تمر، والعيشة معاكي لذيذة، والعيشة بعد تمر، والعيشة معاكي لذيذة. مش كده أبدا أبدا أبدا، مش كده أبدا يا عزيزة، كده أبدا يا عزيزة. طايق بعدك عني وانا
الشوق اللي مجنني، لا ده طايب قربت مني ولا طايب بعدك عني، انا اعمل ايه يا عزيزة للشوق اللي مجنني، لا ده طايب قربت مني ولا طايب بعدك عني، وانا اعمل ايه يا عزيزة للشوق اللي مجنني، من يوم ما شغلني هواك وانا قلبي احضر وياك، من يوم ما شغلني هواك وانا قلبي احضر وياك، ودموعي بتجري هواكي ودموعي عليا عزيزة، مش كده أبدا أبدا أبدا، مش كده أبدا يا عزيزة، مش كده أبدا يا عزيزة، رحنا لك من الجيزة والعيشة بعدك مرة، العيشة معاك لذيذة، مش كده أبدا أبدا أبدا، مش كده أبدا يا عزيزة، مش كده أبدا يا عزيزة، ده احنا الاتنين من جيزة والعيشة بعد مرة، والعيشة معاك لذيذة، مش كده أبدا أبدا أبدا، مش كده أبدا يا عزيزة. الفنان الأستاذ رؤوف زهني يختم لنا حلقة النهاردة بأي تسجيل؟ نختتم حلقة النهاردة بقصيدة للفنانة اللبنانية فدوى عبيد من شعر الشاعر اللبناني مصطفى محمود وتلحيني أنا.
سيداتي وسادتي، في نهاية حلقة الليلة نشكر الفنان المبدع رؤوف ذهني على ما قدمه لنا من تسجيلات نادرة، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع ضيف آخر من هواة التسجيلات وباقة أخرى من الأنغام والألحان، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها. وصحبنا من الهندسة الإذاعية رسمي عاصم.